صح، هيبقى قافل عليا السوق. بص عندي الألم، بص الألم من الظهر عشان أشرب. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، يسر مدارس الجامعة أن تقدم لكم مادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط، معكم الأستاذ أشرف الشريف في درس جديد بعنوان المدرجات التكرارية. في البداية نجد أن أجرى عزام دراسة على سكان الوطن العربي، والجدول المجاور يبين نتائج هذه الدراسة. ماذا تلاحظ على أطوال الفئات في الجدول؟ وما عدد الدول التي سكانها أكبر من أو يساوي 15 مليون نسمة ويقل عن 45 مليون نسمة؟ نلاحظ أن أطوال الفئات في الجدول متساوية. أطوال الفئات اللي هي من 15 ل 30، فطول الفئة متساوي مع 30 و45، يعني 15 45 إلى أقل من 60، فنلاحظ أن أطوال الفئات متساوية. كم عدد الدول التي عدد سكانها أكبر من أو يساوي 15 مليون نسمة ويقل عن 45 مليون نسمة؟ العدد هتلاقيه 7 دول، 4 زائد 3 يساوي 7 دول. يمكن تمثيل البيانات في الجدول التكراري باستعمال المدرج التكراري. ما هو المدرج التكراري؟ هو تمثيل بياني يعرض البيانات العددية منظمة في فئات متساوية. مثال: تظهر البيانات في الجدول الزمن الذي استغرقه طالب في ممارسة الأنشطة الرياضية. معطيني جدول في مدة التدريب الرياضي بالدقائق، فبنختار فئات متناسبة لتكوين جدول تكراري. كيف اختار فئات متناسبة؟ بنشوف أقل قيمة وأكبر قيمة في هذه البيانات، ثم اختر طول فئة مناسبة، ثم اكون جدول ومدرج تكراري يمثل هذه البيانات. مدة اقصر تدريب او اقصر قيمة في التدريب يساوي 89 دقيقة، ومدة اطول تدريب 219 دقيقة. هنختار طول الفئة وليكن 30، فتكون الفئات كالتالي: من 81 إلى 110، ثم من 111 إلى 140، ثم من 141 إلى 130، ثم من 171 إلى 200، ثم من 171 إلى 200. فنلاحظ أن طول الفترة 30. نوضح هذه البيانات في جدول الإشارات والتكرار. الفئة الأولى اللي هي من 81 إلى 110 متكررين 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 تكرارات، فبنحطها بالإشارات 1 2 3 4 5، بنسكر
في الخامس وبعد كده نكتب 6 7 8. كل حزمة بنقول بيساوي 8، كل حزمة بيساوي 5 وفيها 3 معاها، إذن تكرار الفئة الأولى 8. نشوف تكرار الفئة الثانية اللي هي من 111 ل 140. بنلاحظ ان الارقام اللي عليها تظليل بالاحمر 1 2 3 4 5 6 7 8 ايضا. طيب الفئة الثالثة وبنرسم عمود ملاصق للعمود الاول طوله 8 ايضا، فعندي هنا عمودين مرسومين. طبعا بيبقى عندي الافقي اللي هو الوقت بالدقائق، والرأسي هو عدد الطلاب. فالعمود الأول 8 والعمود الثاني 8. ننتقل للعمود الثالث اللي هو من 141 ل 170. نلاحظ إن عدد الطلاب فيهم الإشارات 3، 1 2 3، فبنكتب 3 وبنرسم عمود طوله 3. الفترة الرابعة من 171 إلى 200 ما في طلاب، فبنكتب 0 وما نرسم أعمدة. من 201 إلى 230 بنلاقي 1، فبنكتب التكرار 1 وبنضع إشارة واحدة وبنرسم عمود طوله 1. تحقق من فهمه. تبين القائمة المجاورة درجات اختبار مادة الرياضيات. مكتوبة في الجدول درجات اختبار مادة الرياضيات. بنختار فئات مناسبة ونمثل البيانات بجدول تكراري، ثم أنشئ مدرجا تكراريا كالآتي. بشوف طبعا أكبر أقل درجة من درجات الرياضيات اللي هي بتساوي 73، هذه أقل درجة، ونشوف أعلى درجة اللي هي 100، ونختار طول الفئة وليكن 6 درجات، ونكون الفئات كالتالي: من 71 إلى 76، ومن 77 إلى 82، ومن 83 إلى 88. هنلاحظ إن طول الفئة يعني 83، 84، 85، 86، 87، 88، طولهم 6 درجات، يعني طول الفئة 6. بنحسب من أول رقم إلى نهاية الفئة، ومن 89 إلى 94، ومن 95 إلى 100، لأن نهاية الدرجات وأكبر درجة فيهم 100. نضع هذه البيانات في جدول التكراري. بنعمل 3 خانات، خانة فيها الفئات اللي هي من 71 ل 76، ونعد ونشوف متكررين كام عشان نضعهم كإشارات وأعداد. ونلاحظ إن هو في درجتين بينحصروا بين من 71 ل 76، فبنضع إشارتين ونكتب التكرار 2 ونرسم عمود طوله 2. طبعا احنا بنرسم محورين، المحور الافقي عليه الدرجات ومقسمة بالفئات، والمحور الرأسي عليه عدد الطلاب ومقسمة كل وحدة بدرجتين. بنشوف الفئة الثانية اللي هي من 77 الى 82، ونشوف كم عدد الدرجات المتكررة. نلاحظ ان هم
خمس درجات، فبنعمل حزمة بخمسة، يعني أربع علامات وعلامة تقطعهم فيكونوا خمسة، ونكتب في التكرار خمسة، ونرسم في العمود عمود مقابل لخمس طلاب. بننتقل للفئة الثالثة من 83 إلى 88، ونلاحظ إن عدد الطلاب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أي حزمة و4 يساوي 9، نرسم عمود طوله 9. والفئة التالية من 89 إلى 94، نلاحظ إن عدد الطلاب فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يعني هنعمل حزمتين وفي 2 جنبهم يعني 12، ونروح نعمل عمود طوله 12. آخر فئة من 95 ل 100، فبنلاحظ إن هم 4، فبنعمل 4 علامات ونكتب في التكرار 4، ونمثلها بعمود طوله 4 درجات. طيب ننتقل للمثال التالي على الشكل المجاور. طبعا ممكن يجي لك الرسمة مرسومة وانت بتسأل على بعض الأسئلة على هذه الرسمة، زي مثلا يقول لك على الشكل المجاور مديني الزمن بالدقائق على الأفقي والرأسي عدد القوارب، وبيسألني السؤال ما عدد القوارب التي أبحر كل منها 400 دقيقة على الأقل، وما نسبة القوارب التي أبحرت 199 دقيقة على الأقل. نلاحظ إن عدد القوارب التي أبحرت 400 دقيقة على الأقل بيساوي 2 + 5 يساوي 7 قارب. على الأقل معناها 400 دقيقة في فما فوق، يعني 400 وزيادة إلى 500. عدد القوارب التي أبحرت 199 دقيقة على الأكثر، نلاحظ اللي هي أقل من 199 اللي هي 4 + 17 يساوي 21 قارب. مجموع القوارب 17 + 4 + 1 + 5 + 2، بنجيبهم من على الأعمدة. العمود الأول 17 + العمود الثاني 4 + العمود الثالث 1 + العمود الرابع 5 + 2 = 29 قارب. النسبة بتساوي 21 على المجموع 29 تقريبا يساوي 72%. تحقق من فهمك على الشكل المجاور ما أكثر زمن أبحره قارب بناء على البيانات أعلاه، أي فئات زمن الإبحار كان عدد القوارب أكثر. نلاحظ أن الفترة الزمنية الأكثر هي من 500 إلى 599، في هذه الفترة أبحر قاربان اللي هو 2، ولكننا لا نستطيع تحديد زمن قارب بعينه. ونلاحظ أن الفترة من 0 إلى 99 عدد القوارب التي أبحرت 17 اللي هو العمود الأطول أول عمود، أي أن عدد القوارب
إن أكثر عدد من القوارب أبحر في الفترة الزمنية من 0 إلى 99 و 17 قارب، وهذه هي أكبر وأكثر فترة زمنية. تأكد تمثل القائمة المجاورة الكثافة السكانية للمناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية. اختر فئات مناسبة لعمل جدول تكراري، ثم انشئ مدرج تكراري يمثل هذه البيانات. اختر فئات مناسبة لعمل جدول تكراري، ثم انشئ مدرج تكراريا يمثل هذه البيانات. فبنعمل جدول من 3 خانات، الفئات والإشارات والتكرار. بالنسبة للفئات هناخد من 1 لـ 12، نلاحظ ان هم 6 مناطق، اللي هم 3 والـ4 والـ5 والـ2 والـ6 والـ2، فعددهم 6. فبنرسم عمود طوله 6. ننتقل للفئة الثانية اللي هي من 13 إلى 24. لاحظ ان بداية الفئات الفرق بينهم 12، ونهاية الفئات ايضا الفرق بينهم 12. نلاحظ ان هم 4 مناطق، فبنعمل 4 إشارات ونكتب في التكرار 4 ونرسم عمود طوله 4 في هذه الفترة. الفئة الأخرى من 25 لـ 36، نلاحظ إن هي منطقة واحدة، فبنكتب 1 وبنرسم عمود طوله 1. الفئة الأخرى من 37 إلى 48، منطقة واحدة أيضا، إذن التكرار 1 والعمود طوله أيضا 1. الفئة الأخيرة من 49 إلى 60، نلاحظ إن هي أيضا منطقة واحدة، فبنرسم عمود 1 تكرار 1 ونرسم عمود 1. ننتقل إلى مثال آخر اللي هو مكتوب عليه براكين. يقول لك استعن بالمدرج التكراري المجاور في الإجابة على الأسئلة. عن الرسم مرسوم وانت هتجاوب بس عن الأسئلة. الأفقي، الخط الأفقي مكتوب عنده الارتفاع بالقدم، والعمود والخط الرأسي والمحور الرأسي مكتوب عليه عدد البراكين. وهذه هي البراكين الأكثر نشاطا في أمريكا الشمالية. ما نسبة البراكين على ارتفاع 8999 قدم فأقل؟ ما احتمال أن يكون ارتفاع البراكين 15000 قدم على الأقل؟ ما ارتفاع على هذه البراكين؟ عدد البراكين على ارتفاع 8999 فأقل بتكون العمود الأول اللي هو 11 زائد العمود الثاني اللي هو 4، يعني مجموعهم يساوي 15 بركان. عدد البراكين الكلي اللي هو عبارة عن مجموع هذه الأعمدة 11 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 1 زائد 1 بيساوي المجموع 25، ومنها نحسب النسبة، فبتكون 25 قسمة 15 قسمة 25 بالتبسيط والضرب في 100، فالناتج يساوي 60%. عدد البراكين على ارتفاع 15000 قدم على الأقل اللي هي 1
زائد واحد يساوي اثنان بركانان. عدد البراكين الكلي 25، فتكون النسبة والاحتمال يساوي 2/25 يساوي 8%. أعلى ارتفاع للبراكين يقع في الفترة من 18,000 إلى 20,999، ولا يمكننا بالتالي تحديد برقان بعينه. المثال الآخر، اختر فئات مناسبة لتكوين جدول تكراري، ثم انشئ مدرجا تكراريا يمثل هذه البيانات. ده المثال في تدرب رقم 5. طيب، بنعمل الجدول مكون من 3 أعمدة: الفئات والإشارات والتكرار. وزي ما تعودنا هنشوف أقل قيمة وأعلى قيمة عشان نختار الفئات المناسبة. فالفئات من 0 لـ 2 بنشوف عددهم 1 2 3 4 5 6. نعمل 6 إشارات يعني حزمة وواحد جنبها، ونكتب جنبها 6، ونعمل عمود طوله 6. والفئة الأخرى من 3 إلى 5 ونشوف عددهم 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا لما تيجي تختار الأرقام يا ريت بالقلم الرصاص تعمل شرطة على كل رقم تختاره عشان ما يتكررش معاك. يعني أجي عند 3 أخذ عليها شرطة ميلة، وعند 3 الأخرى شرطة ميلة، عند جميع الأرقام اللي هي تشمل 3 والـ4 والـ5 وعدهم وشوف عدد الإشارات كام واكتبها في التكرار، ثم أرسم عمود طوله 8. الفئة الأخرى من 6 إلى 8 بتكون 3 إشارات وتكرارهم 3 وعمود طوله 3. الفئة الأخيرة من 9 لـ 11 وهذه لهم إشارتان يعني متكررين مرتان وعمود طولهم 2. الفئة الأخيرة من 12 لـ 14 وهذا إشارة واحدة وتكرار 1 وعمود طوله 1. ننتقل إلى المثال السادس في تدرب. استعمل المدرج التكراري في الشكل المقابل. ندينا رسمة مرسومة اللي هي نجاوب على الأسئلة من 7 إلى 10. هذه الرسمة مساحات أصغر الدول، المساحة بالكيلومتر وعدد الدول، وبيسألني هو ما عدد الدول التي تقل مساحتها عن 401 كيلومتر مربع، وما نسبة الدول التي تقع مساحتها بين 201 إلى 600 كيلومتر مربع، وما احتمال أن تزيد مساحة الدول على 800 كيلومتر مربع، وما الدولة الأقل مساحة. عدد الدول التي تقل مساحتها عن 400 كيلومتر مربع هتلاقيها 21 + 9 = 30 دولة. عدد الدول التي مساحتها من 201 إلى 600 هتساوي 9 + 10 = 19 دولة. عدد الدول الكلي 21 + 9 + 10 + 6 + 1 + 3 اللي هي عبارة عن طول الأعمدة المرسومة في الشكل بتساوي 50 دولة. النسبة بتساوي 19/50
يساوي 38%. طبعا 19 على 50 ضرب 100، لما نضرب ضرب 100 بنختصر ال 50 مع ال 100 بتساوي 2 ضرب 19 يساوي 38%. عدد الدول التي تزيد مساحتها عن 800 كيلو متر مربع بتساوي 1 زائد 3 بتساوي 4 دول. الاحتمال بيساوي 4 على 50 بتساوي 8%. عدد الدول الأقل مساحة 21 دولة تقع في الفترة من 1 إلى 200 ولا يمكننا تحديد دولة بعينها. إلى هذا بنختم لقائنا مع تمنيات مدارس الجامعة، قسم الرياضيات والأستاذ أشرف الشريف، وإلى اللقاء مع درس آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.